راح كريم على المدرسة؟ ايوه يا ابو كريم، لؤي راح يوصله هلا برجع. انت افطر يلا، اشرب العصير اشرب. رابح ابن اختك الهامل ما بدي اشوفه في البيت هذا مرة تانية، مفهوم؟ ماشي ابو كريم، كل اللي بدك اياه بيصير، بس افطر يلا اشرب العصير اشرب العصير يا ابو كريم.